السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن هنا الآن في وادي الموت، وهذا هو موقع الجسر الذي أمامكم في هذه الصورة الحية، وهذه هي المعدة التي تعمل الآن فوق الجسر. وتم بحمد الله الشق إلى نقطة الجسر، فسارعوا وبادروا من أجل المحافظة على ما تم إنجازه حتى الآن. فنرجو من الجميع المبادرة كلا بقدر ما يجود أو يستطيع، وأن يتم الرفض ودفع التعهدات السابقة. ونحن لا نريد تعهداتكم فقط، نريد تعهداتكم وتبرعات جديدة. هذه هي المعدة الآن التي أمامكم، وهذا هو جسر وادي الموت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. طبعا هذا سائق المعدة الذي أمامكم الأخ هادي فرحان العبدي. حياك الله عم هادي. نحن الآن أين؟ في أي منطقة الآن نحن؟ من عمران، من مديرية آل شريف منيعة. حياكم الله يا أهل عمران. بس سؤالي لك، أين نحن الآن؟ أين وصلنا؟ الحمد لله على كل حال قد بذلنا جهد كبير إلى ما وصلنا على الجسر، ونطلب من أهل الخير المساعدة في إكمال هذا المشروع الخير الذي أحسن من واحد ما يصير يعتمر 10 مرات. يعني مشروع عملاق وعلى نفقة الأهالي. عملاق، ونرجو من أهل الخير إكماله إن شاء الله بإذن الله، إنه الكل يكون قد المسؤولية. جزاهم الله الخير. جزاك الله ألف خير، وجزا كل من ترك له بصمة في هذا المشروع. السلام عليكم ورحمة الله. حياتي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله صباحكم بكل خير وبكل عافية، صباح الهمة والنشاط من أجل وصول التنمية. الآن نحن هنا في أرض الميدان في بداية مسار شريان الحياة لبني ساوي، وبداية المسار هو من هنا من أمام هذه المدرسة التي أمامكم، مدرسة الشهيد محمد الدرة في عزلة بني ساوي مديرية القصر محافظة إب. والمعدة هذه الآن تعمل هنا من أجل تسوية الطريق، وألا يكون هناك مطبات، وألا تكون بشكل مستوي كما تلاحظون أمام هذا الرجل. وتم عمل مخارج للماء ومطبات صغيرة من أجل ألا يتم جرف التراب وقت الأمطار، ما دام أن هناك ليس وقت كافي من أجل الردميات. وهذه هي المعدة التي أمامكم، والذي هي بحجم أصغر من المعدة السابقة التي تعمل بما يقارب أبعد مننا ب9 كيلو أو 10 كيلو وأكثر، وهي الآن باتجاه التزحف باتجاه نحو الجسر، وما هي إلا أيام أو ساعات نقول إن شاء الله، وهي أمام جسر وادي زبيد بفتح مسار فقط. وعندما يتم فتح مسار إلى وادي زبيد، سيتم فتح مسار أيضا من أمام الجسر إلى الوادي مباشرة، وتعود لتوسعات الخط بالشكل المطلوب 14 متر حسب توجيهات المهندسين. فنرجو من الجميع الهمة والرفد والعطاء بسخاء، وألا تخذلونا، وعلينا أن تكون بصمة شرف. نريد أن تكون بصمة شرف وأن يخلدها التاريخ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله يا والد. نحن هنا الآن أين؟ في أي مكان؟ هذه ظهرة غراب. ظهرة غراب في عزلة المعيضة. عزلة المعيضة. ونحن الآن أمام الضفير فوق الجسر. فوق الجسر مباشرة. أيوة فوق الجسر مباشرة. كيف تشوف العمل يا والد؟ باقي لنا يمكن يعني حوالي 65 متر وينزل الجسر. فعلا هي منحنى، بيقطع وبيشوق، بيكون على شكل سليم. أيوة جدا، ويتم العبور منه إن شاء الله. على قياس هذاك وأوضى إن شاء الله. إن شاء الله. وكيف تشوف المشروع؟ ما هي نظرتك لهذا المشروع؟ المشروع هذا رهيب وجميل، وإن شاء الله في وصف العالي وصف السافل، ويتعاون الجماعة كلهم، وإن نحن يعني نتشرف بهذا الكلام. نتشرف بهذا المشروع الخيري الذي هو على نفقة الأهالي. هذا المشروع الجديد الذي عملوه زي ما المشروع اللي يجي من الخارج إن شاء الله بإذن الله، ونكون متعاونين كلنا ويدا واحدة من أجل إنجاز هذا المشروع. إن شاء الله يدا واحدة من دحين لما يكتمل وبعد ما يكتمل إن شاء الله. حتى وصول الأسود. أيوة نعم. أهم شيء الأسود. أهم شيء الأسود. حفظك الله يا والد، وشكرا على حسن توضيحك. الله يستر عليك يا محمد.
محمد عبد الله ردمان.